قوم انت طوان تحية غسال أبية انت طوان أبية غسال أبية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الحبيب مصطفى وعلى آله وصحبه وسلم سيما. في إطار الفعاليات التي تنظمها الفعاليات المستمرة منذ 7 أكتوبر التي تنظمها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، اليوم في مدينة تطوان سننظم هذه الفعالية، وهي عبارة عن سلاسل بشرية باش نعبروا على الغضب ديالنا والامتعاض ديالنا من هذه الجرائم المستمرة، جرائم الإبادة اللي مستمرة في شمال القطاع، في غزة، في كافة ربوع فلسطين الحبيبة، في لبنان. هذه الجرائم المستمرة لا يسعنا إلا أن نقف، نقوم بهذه الوقفات المستمرة إن شاء الله من أجل الدعم، دعم الصمود ديال الشعب الفلسطيني. حنا تنآمنوا، حنا مسلمين تنآمنوا بأنه الإنسان اللي تيموت في سبيل الله هذا شهيد. تيقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هادو ناس أحياء عند الله تعالى. حنا خصنا نسولوا نفوسنا شنو تنديروا، أشنو الموقف ديالنا، وشنو تنشوفوا هذا التخاذل الكبير ديال الحكام ديالنا، تنشوفوا هذا الصمت الرهيب ديال العالم الإسلامي والعالم العربي، تنشوفوا هذا التواطؤ ديال أمريكا، ديال العالم الغربي. ولكن ما خصناش نوقفوا، خصنا نستمروا، خصنا نقوموا بأي شيء إن شاء الله حتى التحرير ديال الأقصى والتحرير ديال فلسطين. وتنشكروا الجريدة ديال الحياة اليومية على هذا العمل ديالها المستمر الدؤوب من أجل دعم القضية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن هنا بشارع الجيش الملكي بتطوان، نشهد حضورا قويا لساكنة تطوان التي تتضامن مع القضية الفلسطينية. يطلع برا والتطبيع، يطلع برا والتطبيع، يطلع برا والتطبيع.